السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا فيكم في خليل جيمنج. الحين عندنا مهمة صعبة، المينا دائما تحدي، لأن شوفوا فتحنا ان احنا في الحلقة الماضية المينا، لكن ان انا احطي مينا متوازي هني دائما صعب الصراحة، مش سهل. فشو بسوي دائما؟ هاي اكبر مشكلة عندي. زين الصبر، نسوي شيء ما سويناه قبل. وفي شيء ما سويناه قبل صعب صح؟ انزين، نبى نطلع من الأرضية أرضية ثانية. شوفوا الحين قمت أدخل دايركت، يعني على فكرة الأمور طيبة الحين في المدينة والزحمة، يعني مش طيبة 100% من آخر موضوع، لكن زين الوضع، زين المينا راح يكون بالطريقة هاي. اوكي، في الوسط يشل اثنين، المفروض نظريا هذا يشل اثنين بشكل كافي وزيادة. شوفوا دخيلك الحين، لا تجيب العيد انت، لا تغرق الدنيا. غرق الدنيا، غرق الدنيا، ما عليه مشكلة، لا بيروح كله. زين خلنا نجيب بعد شوي زيادة، نبى شارع يدخل فيه. احاول اسوي مربع قدر الامكان، اذا امكن قدر الإمكان إذا أمكن. أوكي، وباقي المينا راح أغير، ما بحطي هذا، صبر بحطي هذا يشبه المينا أكثر. أنا شو دقيت؟ أنا دقيت ممر مشاة، أقول شو السالفة. هذا بعد ممر مشاة، ولكن اشوف دوالم السفن اكثر، بس هذا اتجاه واحد. خلينا نحط اتجاهين، لحظة خلينا نحط اتجاهين عادي، يعني هذا شوفوا مكان فيه ليتات وفيه ممشى حق الناس اللي تشتغل في المينا، نقدر نوصل هني، نقدر. هذه موانين الحين، طبعا لابد شوي اختلافات، لابد لحظة جيب، حاول ما اقدر اضغط على ال، هم موصولين في بعض بس ما يخبرنا انهم يفصلهم غصب كشكل. خلوني اشوف هالبق بعدين. اوكي الحين خلينا نحط المينا، لان المينا وايد وايد مهم. زين خلينا نحط شارع صناعية ذو اتجاه واحد هني. لا 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 لا، أول شي بنحط المينا، أول شي بنحط المينا هني، لأن هني بيركب القطار بيجي من هناك، فهذا أفضل حاليا هني. زين معناه في عنا تول نحن هني نستعمل اسمه تنل مود. لا مش شغال عندي المود كامل، وات؟ مفروض أقدر أغير الشوارع. لحظة، مفروض ادق على المود، ادق هذا، ادق كليك على الشارع، ادق كليك ابجريد اغيره. بالضبط، شفتوا غيرت الشارع لشارع صناعية، لازم كل شيء يكون متناسق، ما راح اسمح للمين يكون له شارع خاص فيه يعني كشكل. وهذا هني توصل. اوكي هذا اروم اضيقه شوي عادي، خلي سيده خاي. المينا طبعا لازم يكون اسمنتي، لازم، ما في ماي، ما في كهرباء، ما في شيء، ماي بنوصل له. يعني انا حطيتك من بين كل الاماكن برا الماي صح، كهرباء بالطريقه هاي. زين الحين المينا هذا بيبدا يشتغل، بيجيب لنا اغراض، بس في شيء انا مش راضي عنه طبعا، الا وهو الارضيه. هي المينا لازم تكون الطريقه هاي. لحظة خلنا نسويها أعمق، العادة المينا يكون عميق يا جماعة في الواقع، يعني حتى يحفرونه وايد يكون، لأنه في سفن عملاقة تدخل، بس نحن شوي نتجاوز يعني ترى عن الأمور، ما نشتغل على فيزيائية عملية 100% مثل العالم الواقعي يعني، لكن قدر الإمكان نحسب الطريقة هاي. شوفوا الحين صار عندنا شبه مينا،
طبعا المينا انا ما راح ارضى ان اخليه بالطريقه هاي، اكيد طبيعي ان المنطقه الصناعيه كامل تكون اسمنتيه تسويها كل الاحوال، حتى زوايد اللي برا الحين مش وايد همتني، لان شوي 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 هذا كله راح يستوي عباره عن مكان اسمنتي، بس الشكل الحالي احتراما للشكل الحالي راح يصير بالطريقه هاي. لحظه خليني شل الزايد من يعني ايوه الحين فاضي، الحين فاضي، بس بعدين راح يسوي لنا ازمه هذا المينا. زين هذا المفروض يخفف علينا عبء ولا اعباء المكان ككل، لان الشاحنات المفروض تبدا تستعمل المينا على اساس انها تنزل البضايع مالها، بس في مشكله واحده بيلفون على بعضهم، هاي المشكله. يو هاف لوكت نيو بيلدينج، هي اعرف يعرف هذا بنحطيه هناك، يبقى نكسر هذا. انزين الحين محتاج ازيد بيوت حق عمال حق غيره حق كذا، عندهم مترو، عندهم ترام، بيكون عندهم كل شيء. انزين قلنا نمد شارع من قلنا هالمدينه الثانيه كلها سياكل صح، خلي مساحه شوي فاضيه حاليا بالطريقه هذه. اللي مساحة شوي من هني شوف فاضية، مش أفضل شارع في العالم أنا أتفق وياكم من قبل لا تقولون شيء، بس هني لازم يكون دوار بس أصغر من هذا، بيمسح سبته بعض المناطق السكنية والمناطق اللي هني على الشارع هذا أفضل أن يمسحها. نفس العادة التول مالنا كنترول شيفت كليك يرتب لنا الشارع حاليا يعني ترتيب الاستوك ماله. زين خلنا نسوي شوارع السياكل، وين السياكل هاي؟ خلنا نسوي هذا بيسيد هني بيخرب الدنيا صح، وما بطلع شارع من هني، شوي شارع هني نطلع لنا شارع من هني اللي بيخلي الناس يستعملوا دوابير هني اكثر. في ماي ما في ماي، اخيرا شيكت ماي قبل ابني. زين انا اشوف ترى التوقف على الشارع العام ترى اشوفه انا اقول لكم مش انه ما اشوفه، ولكن مع كمية الجسور في امكانيات محدودة انا شو اقدر اسوي صراحة، ولكن هني كلها بيوت عادية بتكون، فمفروض ما يكون في ضغط عالي صراحة. على أمل كل شيء على أمل في اللعبة هاي تمشي، كل شيء على أمل. خلنا نبني البيوت، هذاك الشارع نبتعد عنه، هني مش مشكلة مفروض بيوت عادية، هني بنبني علات بس أبا أشل على الجنب ما أبا ويبني سيدة، ونبني هذه المنطقة ككل نحن نحطيها شو بيوت خلص. آخر شيء دكاكين قريب عليهم، نبقى كم دكان قريب عليهم. زين وأبغى أحط في الوسط قبل لا يبنون حديقة، الحدائق اللي حجمها طيب يعني، والله هني مكان ممتاز للحديقة وفي حضنهم شوي. أوكي لازم شوي حدائق شوي تغيير، بس هاي وايد ستاندرد يعني، بعد اروم امدها شوي زياده لفوق شوي لتحت امدها. وين شو اخبار الكهرباء مالك؟ ما عندك كهرباء؟ اطلع مشكله اطلع عقب شوي كهرباء، بس احتياطا والله لو حطيت بهني كان افضل. زين هني يمكن ترى كسرت شيء، ما كسرت البيوت لا مساله ما كسرت، خلينا نحط هني بعد. هني شوي بيستوي عندنا تضخم عدد سكاني، بيستوي عندنا تضخم عدد سكاني، الخدمات اللي اصلا عندنا انفراستراكشر ولا بنيه تحتيه اللي موجوده اصلا ما راح تنفع وايد ترى نفس الحين. بس الشيء الاكيد الوصلات اللي سويناها في الشوارع خففت زحمه وايد، ومفروض بسبب وجود هذا الشاحنات اللي كانت مسويه زحمه بعد خفت وايد، لان اكثر الزحمه اللي تكون ترى من الشاحنات ما تكون من اشياء ثانيه. الشيء الثاني الصعب الحين نسويه ان نمد قطار، ليش القطار وايد صعب بيكون بالنسبه لنا، بس ابى امده بطريقه شوي دبلوماسيه يعني مع الشارع، فوق الشارع يكون في محطه قطار. طبعا هذا التول شكله اللي راح نستعمله طول الطريق. زين وفي اماكن من الحين انا اشوف انها ما راحت يعني اختار يحاول انه ما يركب، ولا السكر راح تحاول انها ما تمشي معي،
بس شوفوا بالضبط مكان القطار. القطار ما بطلع وبنزله، بس مجبور شكله. لا في هذه اللحظة أنا مجبور، زين في هذه اللحظة أنا مجبور وأنا أضحك لازم أنزله. إنزين وفي أماكن نفس هذا، شوفوا هذاك بعد النقطة، في هذا الجسر عدو القطارات صراحة. فاللي أبغى أسويه أرفعه بما فيه الكفاية إنه يخطف من فوقه. أعرف في عواميد تحت، أي نو، زين كلهم خلاص بنرفع القطار فوق مرة. زين بس اللي أبغى أدق مو بالتول، بس أساس إنه ها أوكي شل العواميد اللي في الوسط، نايس. مو بالتول مرة واحدة جبت هني، خلنا بعد هاي المسافة على اساس القطار يدخل. انزين الحين صح ما في عواميد بس اتس فاين، عندنا سكة قطار حاليا، هذا اهم شيء في الموضوع بالنسبة لي. ايوه سكة قطار من فوق الشوارع، لان اذا مديتها من مكان ثاني راح اتعرض لمصيبة كارثية. بالضبط لو انزل شوي بيكون افضل، بس حاليا من باب اني ما اطول وايد في الموضوع، يمكن عقب البث انا ارتب هالسوالف شوي 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 ارتبها. عرفتوا شوفوا اكل ارتبه مع الشارع، انا في العادي مخلص البث، لانه عفوا مش البث، التسجيل، لان انا شو قمت ما احطي لكم كل التعديلات اللي موجودة، احاول اسوي الشغلات السريعة على تسجيل، مع اني قلت لكم ووك ثرو، بس الووك ثرو في ناس تمل تقول اه خلينا انت ما زين ما تسوي والله ضيع وقتنا، يعني مثل هالحلقة بيقول اوه شوارع حلقة ما منها فايدة. حاول ما تزعلكم يعني، وفي نفس الوقت في ناس تبى تشوف كل شيء، نطول الحلقة يعني. جزاكم الله خير، منا قدر الامكان ان اكثر كمية من الناس تستمتع. شوفوا الحين صار عندنا قطار من هني مختلف تماما كيف يركب، لان بركب نقطة من هني، ركب نقطة من هني، يستوي عندنا مفترق قطارات. انزين صبر خلنا شوي، ترى شوفوا وايد الدية ما تنفع مع القطار، وايد يخف من سرعته، ف خلونا قدر الامكان يدخل على سرعته. فاذا دش القطار هني الحين، اعرف يمكن ما يكون الشيء الامثل بالنسبة للي قاعد نسويه، لكن للحين ماشي حاله والله. بس في اماكن نفسه هني محتاج شو نسويها. نايس، الحين نقدر نحط محطة قطارات هني. انا اشوفه مكان مناسب صراحة، لان لا غير مناسب، بمده من قدام. اوه لا لا بمده من هني، صبر 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 صبر، الله مع الصابرين. زين راح اشله من هني وامده صار اي بالطريقه هذه من هني. ليش؟ لاني لو حطيت محطه قطارات هني مع الشارع اقدر الف لي هني كان زين، اقدر احط الشارع هني ذا اتجاه واحد صناعي. زين شوفوا يدخل من هني والنيب محطة قطارات، اوكي فرقوا ترين ترمينال بالطريقة هذه، الناس تدخل يمين ما تسوي زحمة على اخر شيء. زين والنيب السكة اللي نحن اصلا قاعد نبنيها بالطريقة هذه، زين ندخلها بشكل شوي ناعم. خلينا نشيل هذا قدر الامكان، اللفة ناعمة بس مش وايد. خلينا نحاول نسوي حرف اس، زين سكة كامل مرتفعة هاي، بعدين بنزلها وايد مرتفعة لان صار ك
وايد فيها ارتفاع مش طبيعي، ان منطقة شحن جديدة معناها كوارث جديدة، سرقات جديدة، سعد مطافي جديد، كل شي سويته ميزانية طرق تختفي. هلا ننزل هذا زين حاليا، لا سوري سوري الطريقة هاي، نزل هذا بحيث اني اعتدل. هذا الحين بخليه، هذا الحين بخليه، بس مكان السكة حاليا جيد جدا، مكان السكة جيد جدا، بس المكان الوحيد اللي هو هني كان مرتفع، لانه وايد مرتفع. ف الحين ايوه الحين وايد احلى شكل منه سكة اختار. شوفوا اوريدي الناس قاعد يعني هاي اللي قاعد يستعملونه، لان كان عندنا من شوي نحن من فترة مشكلة ان هني ما يقدرون يجيبون بضاعة يبيعونها، هذا الشيء مفروض يحل جزء منه، يحل جزء جميل منه. انزين الشيء اللي بنحتاجه هني بالإضافة إلى هذا خدمات، وواحدة من الخدمات الأساسية اللي أنا بحطيها اللي هي هذا الريسايكلينج سنتر، منطقة كبيرة ضخمة فيها ورا هني ما يقدر يقول هاي مصنع. شكلها جيد جدا صراحة، ما سيء صراحة. هذا قطار جاي في عند حمولة 100% محمل، 100% محمل، بس هني شوي لا زين. يا الله يا موضوع الكهرباء. انزين الصبر، بما ان عندنا نحن هني كارغو، خلنا نحطي. شوفوا نحن الحين ها سويناه صح، المينا لين نبدا نسوي صناعات اكبر، بس الحين لان هذا شو كهرباء نظيفه، فابى اسوي محطه صغيره في نص المدينه. هاي كهرباء سولار ابرف تاور، يقول لك الحراره من الشمس يحولها لشو بور بلانز ستيرنك بليدز فانس الاخره الاخره. عندنا هذا شوي مزعج، عندنا هذا شوي اكثر مزعج، بس هذا بالنسبه لمنطقه نفسه هني. حلو، نتكلم وين اللي حطينا على اساس مخابرات وربع صح. حاليا شو بسوي، الكنترول اي عسب ما ادخل في اخلاقه. زين بنحطيه هني اوكي، هاي طاقه نظيفه، هاي المفروض تخلي الناس مستانسه، على فكره المفروض يكون في موجه سعاده في المدينه ان قمنا نستعمل طاقه نظيفه. هذا كم ينتج؟ 256 ميجا وات. شوفوا 256 ميجا وات، المفروض الحين كل المحطات تشتغلن اداء كامل، خاصه نستوعبنا محطه جديده نحن هني حق الريسايكلينج بس للصناعيه داخل يعني. اوه الصناعيه هاي لها مشاريع وايد، كيف قطارات بتدخل، كيف قطارات بتطلع، شو الزينه اللي بتدخل هني في المكان. عندي انا مخطط هجومي كامل للمواني، بس الحين انا شو مسوي؟ مهدي اللعب. يعني هذا عندكم ريسايكلينج عنده 15 سياره بس ما يبي ينظف لكم، انا شو اسوي؟ قولوا لي انا شو اسوي. اوه شوف الزحمه، اوه شوف الزحمه، فكرة سيارة واحدة بتشل الكشرة كلها. ايه الحين معنا قوة عادة التدوير عندنا ضخمة، بس المشكلة في المسافات اللي بينهم خليهم شو ما يوصلون. هني نقدر نستعمل ويست ترانسفير فاسيليتي، لان ويست ترانسفير فاسيليتي هاي تنقل القمامة لكن ما تسوي فوضى، بس خبرتي معاها اي تسوي والله تلوث ما بها عينها. بيون هني الحين بيخلصون الموضوع، تراهم قرب. زين انا القطار شوي بعده مضايقني الصراحة، معنا زين مش سيئة، معنا جيد مش سيء، شوف جيد نسبيا، بس في اشياء نفس هذه الشوارع اللي هني تسوي زحمة الفاضي يعني صراحة. والله شوية في ندم على نوع الاختيار في التقاطعات، بس ماشية الأمور مو بوايد، بس ماشية. يبالي أخصص حلقة للزحمة، بس نقعد نتخلص من الزحمة. على فكرة بإشارات بسيطة نفسه هني نقدر نتخلص من وايد زحمة،
بس هني بعد مصانع ترى، يعني لا تستهينون في زحمة المصانع، شوفوا يستعملون دوار، يستعملون ها شاحنات، رايحة شارع عشان يبون شارع دولي هم، يشقون شوارع دولية شاحناتهم. هذا شو اللود ماله؟ هذا بيحمل ولا ايه يا شل؟ راح سانتاريكو، يقول ترانسبورتينج تو سانتاريكو. وين سانتاريكو؟ ما اعرف. يا سلام والله الصراحة ساتسفاكشن المواني في اللعبة وبعض الأمور ساتسفاكشن، بس المشكلة وين؟ اللي أنا كنت أبغى الهايبرد ما بين الكارغو والقطار يباله 50,000 ساكن، وعندنا شيء ثاني بيفتح 50,000 ألا وهو النووي. النووي لازم دام عندنا صناعية كبيرة بيجي النووي مكانه هنا أكيد في الصناعية الجديدة اللي موجودة هني، المفروض تخدمنا خدمة، لأن البضائع قبل كلها يا تنتقل عن طريق هذا القطار زين يا تنتقل هناك. هني يمكن نحتاج مصنع، بس شو؟ لأن أظن القطار اللي هناك يقدر يجيب حق اللي هني، بس شو المصانع اللي عندنا أنا ممكن أطلعها من هناك يبقى هني؟ على فكرة هني بيستوي مكان صيد السمك، هذا وحدة من الشغلات اللي بسويها، مكان صيد السمك راح يتغير لهني. ليش؟ لأن المكان وسيع وأقدر أحط مصنع سمك وأقدر أحط لهم أسواق، يعني يطلع السمك يتعلب وغيره ويروح أسواق. هاي قاعد يجيبون أغراض والله. نايس 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 صار شغال. أنا أزيد شوي بيوت، هي موضوع زيادة البيوت شوي موضوع ياخذ صحيح وقت، ولكن هاي اللعبة صح. كم نقدر اني بعدد سكان باقتصاد حلو؟ هذه الروح اساس اللي تقوم عليه شو سيتي سكاي لاين، انت كم تقدر تجيب سكان، كم تقدر تسوي اقتصاد. انزين بيوت هني احلى عن العماير صراحة، انا اشوف البيوت احلى عن العماير في اللعبة صراحة، حتى كالشكل تقارنون هني يعني زينة هالمنطقة البيوت اللي موجودة مش العماير صراحة، فأفضل البيوت. الحين بنزيد شوي بيوت، أبغى أزيد صبر، خلني بالشارع من هني لين الطريقة هاي، شارع زين ومو بزين، لازم هذا وهذا كنترول اتش وهذا هذا كنترول اتش وهذا. اوكي الحين زين، الحين افضل بيستوي عندنا طريق الخدمات اوفر، لان هالصب هم عندهم خدمات هني، المفروض ما عندهم اي خدمات، ما عندهم اي شيء، فقار للغاية. مطافي المفروض عندكم مطافي، خلنا نحطي لنا تحري حرائق هني زين، ونتمنى الزحمة اللي هني تبدأ تخف، لأن أنا باني عند الحين مشكلة شو؟ مشكلة عندي قطار يجيكم في القطار ومحطة هني. آه والله هذا ما قاعد يشتغل عدل يا جماعة الخير، شكر كهرباء ما عنده. أوكي أنت عندك كهرباء أوكي شغال، يعني وين شغال؟ يمكن مكانه مش اوكي. لحظة اوكي سبيس اوريدي اوكيبايد، ما خليه يطلع من مكان تاني يعني من هني، يمكن يبدأ يستعمل عرباته، لان المكان اللي هو فيه حاليا هذا كم شايل؟ ما ادري شو بعرف كم شايل، 0%. اه هذا جاي يشيل الاغراض، اوكي نايس. بس انا الحين هذا انا في صدق في حاجة ماسة انه يشتغل بصراحة، يعني نت انف ماني يكلفني 62,000 نخلة، مش فاهم ليش كان شغال اليوم حطينا، بس الحين اسود يقول لي الباور. مو بشغال
بشوفه بخليه شغال تشوف شو بيسوي الحين في المنطقة. هو المفروض هذا يوازن أصلا عادة تدوير. في حد يشيل من عندهم؟ اهي في حد يشيل عندهم، بس ها بشوف سالفته بعدين، يمكن اغير مكانه بعيد او شيء، لان هني بيكون هاي تكملة المدينة هذا الاتجاه، تكملة الصناعية يمكن تكون بهذا الاتجاه صراحة كموارد يعني. والله افكر اسوي هني احواض سمك بعد قريب المدينة، احواض سمك بعد فكرة حلوة. زين انا باخذ منكم الافكار بعدين. الحين هذا المكان، هذا المكان، هذا المكان، كم ازيد بيوت، كم ازيد بيوت، كم ازيد ابا هني نزيد بيوت، عفوا محلات، هني محلات، هني بزيد بعد محلات عند المترو، هني بعد محل الفواصل هذه، هني بيوت، بيوت تحت العماير بحط عماير. اوكي بحط عماير هنا، كم عمارة، فبالتالي بيزيد هني. حلو الحين population قاعد يزيد شوي شوي اسرع ترى، يعني عشان نحط مناطق اضخم ونتوسع اكثر فعشان نحطي. شوفوا انا شبه خلصت المشروع مالي، محتاج اللعبة تمشي شوي حسب تتوازن وتشتغل. اوكي فبالتالي شو بسوي، بخليها ماشي شوي شغالة مال بساعتين زين اللعبة، على اساس اول شيء تجمع موارد. زين لحظة اعادة تدوير يبالنا، electricity water ووتر تريتمنت، ووتر تريتمنت ما نحيد في المكان صح، ممكن نحيد كبير تحت الشارع. انزين هاي مش تحت الشارع، هاي لعنة اخلاق الشارع. انزين صبر يعني مشكلة النقل كله مكلف هني، ونوصلك انت بيب. زين ووتر افاليبيليتي ووتر تريتمنت ان شاء الله يكون اوكي. اوكي ممتاز، حلو حلو وايد حلو وايد حلو، هالمنطقة شغالة عسل. يمكن اللي نسويه هني نبدأ نحط مصنع او نوع من انواع الصناعة حق المصانع اللي موجودة عندنا هني، ونقلنا واحد من المصانع. وينك يا مصانع؟ واحدة من المصانع اللي هني كار فاكتوري. لحظة شو يبالنا؟ يبالنا وايد اشياء. يبالنا لحم الجلد يعني مش لحم. انزين ستيل، ستيل اقدر احطيه هناك تصدقون. نقدر نسوي له مكان. كم يبالي عم شو غالي؟ 93,000 يعني هين الصراحة، هين جدا. يا جماعة والله سأفكر بدل ما اسوي ستيل فاكتوري هني، نقدر نشتري هذه المنطقة، نبدأ التمدد شوي شكل زايد. زين اقدر احطي مصنع الستيل هني، اقدر احطي مصنع ستيل هني قريب منهم، ان نظريا مصنع ستيل ما بياخذ شو مساحة خرافية. يمكن اكون غلطان بس خلنا نحط هني نسوي مكان حق مصنع ستيل. اوكي خلنا يعني في مزارع هني، في اشياء، مكان زحمة هني اصلا، اصلا ما ينفع، يبالها ترتيب كامل مصنع ستيل هني 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 على ارض سيدة، يعني الارض معتدلة، ارض معتدلة نفسي. اوكي طلع من دوار حركات، خلي الناس فوق بنسوي لهم طلعات ونزلات نفسها هناك، هني ينفع ستيل فاكتوري. المهم هذا كان ملخص هذا الحلقة، نشوفكم في حلقة قادمة على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.